للمزيد حول تطورات الأوضاع في غزة والمنطقة بعد التصعيد الأخير بين إسرائيل ولبنان وانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية وكافة المناطق الفلسطينية، ينضم إلينا عبر سكايب أو عبر الهاتف من مصطفى من الضفة الغربية، الأستاذ مصطفى العويك، رئيس تحرير صحيفة لبنان عربي الإلكترونية. أستاذ مصطفى، مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم، من لبنان ننضم إليكم. من لبنان عفوا. أستاذ مصطفى، تستمر إذن يعني عشرات الغارات على الجنوب اللبناني وهناك استهداف مقابل بالصواريخ الآتية من الجنوب اللبناني، إلى أي مدى أستاذ مصطفى يمكن القول إننا دخلنا ربما في مواجهة حقيقية على الجبهة الشمالية لفلسطين؟ أعتقد أن العدو الإسرائيلي لا شك أنه وجه باليومين الماضيين ضربتين كبيرتين وتاريخيتين لحزب الله عبر السلاح التكنولوجي بضربه لأكثر من 4000 عنصر من حزب الله عن طريق تفجير البيجر، وفي اليوم التالي عن طريق التوكي ووكي. وأعتقد أيضا أن سحبه لأربع خمس فرق من غزة وتحويلهم نحو الشمال ينذر بأن العدو الإسرائيلي يتحضر لمعركة أوسع أو ربما أشمل في شمال إسرائيل، في شمال الكيان الإسرائيلي أو في جنوب لبنان. لكن السؤال الأساسي، هل حزب الله والعدو الإسرائيلي من جهة أخرى هما فعليا سيذهبان إلى حرب أوسع أو حرب أشمل؟ هل المنطقة ستسمح الدول الإقليمية الكبرى وأمريكا بطبيعة الحال بصفتها الراعي الأكبر للعدو الإسرائيلي، هل ستسمح لنتنياهو أن يتمادى أكثر وأكثر في الاعتداء على لبنان وبالتالي فتح جبهة جديدة؟ هذا سؤال أساسي، ونحن نعيش فترة الانتخابات الأمريكية. أعتقد أن الأمريكي لا يرغب إطلاقا في فتح جبهة جديدة في شمال إسرائيل وبالتالي في جنوب لبنان، على الرغم من أن نتنياهو له مصلحة في ذلك، أن نتنياهو تمرغ أنفه في تراب غزة ويريد أن يحقق انتصارا ولو وهميا ولو بالونيا من خلال توجيه ضربات معينة سواء إلى في جنوب لبنان أو في الضاحية الجنوبية. وبالتالي نتنياهو يريد الحرب ويرغب في الحرب، ولكن الأمريكي يريد أن يضع له ضوابط، يريد أن يضع له خطوط حمراء. حتى الآن حقيقة لم نلمس وضع هذه الخطوط، يعني أغلب المستشارين الأمريكيين الأمنيين بطبيعة الحال عبروا ضمن أحاديث رسمية بعد تفجير الضاحية الجنوبية بالأمس واغتيال عقيل الرأس الأول في فرقة الرضوان بأننا لم نكن على علم بهذه العملية، وأنما علمنا بها بعد أن تم تنفيذها من قبل العدو الإسرائيلي. هل هذا هو توزيع أدوار على اعتبار أن الاثنين هما يرغبان في توجيه ضربات قوية وشديدة لحزب الله؟ هذا سؤال يحتاج إلى جواب في الأيام المقبلة، لأنه بطبيعة الحال الطرفان يستفيدان من ضعف قوة حزب الله. من توجيه يعني إلى الآن ومنذ ارتفاع التصعيد في لبنان لم نلحظ أي تدخل إيراني لإسناد الجبهة اللبنانية، لماذا برأيكم؟ نعم، هذا الحديث يأخذنا إلى المفاوضات التي يسعى إليها الإيراني بشكل كبير مع الأمريكي، يقدم أوراق اعتماد له في أكثر من ملف، وكان واضحا أصلا الرئيس الإيراني منذ تقريبا 3 أيام عندما دعا الأمريكي إلى أن يتحول إلى صديق حقيقي له على اعتبار أن إيران ليست عدو لأمريكا. هذا التصريح وما له وما عليه، وتخلي إيران عن إسناد بين مزدوجين وكلائها في المنطقة، يعني في صريح العبارة في لبنان اليوم يتردد حتى من جو حزب الله، حتى من جو محور الممانعة، أن إيران باعت حزب الله. يعني إلى هذه الدرجة اليوم بدأ الحديث في بيروت يكبر حول عملية أو حقيقة إمكانية بيع طهران لوكلائها وخاصة لحزب الله، لأن ما جرى اليوم في حزب الله، الضربة التي تعرض لها هي ضربة تاريخية، ضربة في العمق، ضربة في بنية حزب الله وفي قوة حزب الله. حزب الله بنى قوته الأساسية في لبنان على ما يسمى سلاح الإشارة، السلاح الذي لا يعتمد على التكنولوجيا، السلاح الذي لا يمكن لأحد أي رادار أو أي إشارات بس أن تلتقطه. بالتالي الضربة التي تعرض لها لم يجد بالمقابل أي ردة فعل من إيران، لم يجد أي تصريح يشفي الغليل بالقول والله سنفتح جبهة معينة أو سنرسل المزيد أو سنعلى السقف حتى ولو إعلاميا، ولا على العكس وجد صمت عليه علامات استفهام كبيرة.
والخرق الكبير الذي يعيش فيه حزب الله ضمن القيادات الضيقة التي لديه أيضا يطرح علامات استفهام. هل هذا الخرق هو الخلفية التي لديه، هل هي خلفية إيرانية؟ لأن الكل يعلم أن في حزب الله، في البنية الأساسية القيادية لحزب الله، هناك خط إيراني وهناك خط لبناني وهناك خط سوري. فهل الخرق الكبير يقع ضمن الخط الإيراني؟ هذا أيضا يحتاج إلى تحقيق ويحتاج إلى الأيام المقبلة لتكشف له، لأنه إذا كان فعليا الخرق هنا في هذا المجال، فأعتقد أن حزب الله لديه مشكلة كبيرة جدا مع إيران. نعم أستاذ مصطفى، بالعودة لأجهزة الاتصالات التي تم تفخيخها، ميليشيات إيران في العراق قالت إنها لا تستخدم البيجر، ولكن هناك تقارير تؤكد استيراد العراق لأجهزة اتصالات من بلغاريا وتايوان وهنغاريا بقيمة 40 مليون دولار. كيف يمكن تفسير هذا التناقض؟ بطبيعة الحال حزب الله كان يقول أنه لا يستخدم البيجر، وبأنه لديه سلاح نوعي لا يمكن لأحد أن يطاله، ولكن تم الاكتشاف بأن لديه هذا السلاح وتم استهدافه من خلال هذا السلاح. أعتقد أن هذا تمويه أمني، تمويه حربي عسكري للقول للعدو بأنه لا يمكن. ذكي. نعم بطبيعة الحال هو مكشوف أيضا. يعني أنت انظر صديقي العزيز، الشركة التي نقلت البيجر إلى لبنان هي شركة إيرانية، شركة تيليريم، هي شركة نقل إيرانية. وهنا يطرح أيضا السؤال الكبير حول إمكانية أن يكون هناك دور لهذه الشركة في عملية ربما تبديل، أو في ربما عملية التورط في شراء البيجر. وأيضا الذي كان مشرفا على صفقة البيجر لحزب الله، يقال في بيئة حزب الله أنه معروف بالاسم، وأنه جنى خاصة من هذه الصفقة وربما من صفقات أخرى مماثلة. ربما يكون لديه تورط في العراق ملايين الدولارات. وبالتالي اليوم الحديث في الإعلام الكل يدرك أنه ليس واقعيا على الإطلاق، وأنه يغير الحقيقة في أرض الواقع، وأن هذا المحور للأسف مهما يعني تباهى بقدرته التكنولوجية وقدرة الردع وقدرة الرد، للأسف الواقع يقول غير ذلك. والسيد نصر الله نفسه اعترف بخطابه قبل أمس بالقول: لقد أصبنا بنكسة كبيرة، وتبين لنا بما يدع مجالا للشك بأن العدو الإسرائيلي يفوقنا كثيرا كثيرا في المجال التكنولوجي. الآن حتى عرفنا ذلك، أين كنا في كل هذه السنوات؟ نعم أستاذ مصطفى، وول ستريت جورنال تقول إن واشنطن لا تتوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة خلال ولاية بايدن. يعني هل الأمور ربما مرتبطة بالانتخابات الأمريكية، وبالتالي ستبقى الحرب مستمرة يعني حتى ذلك التوقيت؟ كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ فيما يتعلق بالحرب الدائرة في غزة، منذ اليوم الأول كان هناك حديث تتردد في الإعلام الغربي في أكثر من وسيلة إعلامية أساسية بأن الحرب في غزة طويلة، والحرب في غزة لن تتوقف قبل أن يعني تخرج الإدارة الأمريكية الجديدة، أو يخرج الدخان الأبيض من البيت الأبيض بإدارة جديدة. وما عكس ذلك فعليا على الأرض هو تعنت نتنياهو ورفضه لمبادرة بايدن في أكثر من مكان، واعتباره بأن أمريكا تعيق عمليته العسكرية في غزة، وأنها تمنع عنه السلاح، وهو يحاول أن يضغط أكثر وأكثر على الإدارة الأمريكية حتى يسبب خسائر لبايدن ولكاملا هاريس بنفس الوقت. ونتنياهو أيضا هو يعيش مأزق سياسي حقيقي داخل إسرائيل. المعارضة عليه تكبر، الفرق الأساسية المعارضة الأساسية والأسماء التي لها وزن في سياسي في إسرائيل ووزن أمني تعارض نتنياهو، خاصة فيما يتعلق بملف الرهائن وطريقة التعاطي التي انتهجتها حكومة نتنياهو، وعدم مبالاته حتى بقصف الأماكن التي يمكن أن يتواجد فيها الرهائن. كل هذه المعطيات تؤكد بأن الحرب في غزة طويلة، وبأنها بمكان أو بآخر هي طبعا مرتبطة بالانتخابات الرئاسية في أمريكا، وأنها ورق الضغط يستخدمها نتنياهو على الإدارة الأمريكية الحالية. نعم أستاذ مصطفى، أيضا يعني شرطة الاحتلال نكلت برئيس الأركان الأسبق للكيان الصهيوني خلال تظاهرة أمام منزل نتنياهو كما تابعتم.
لماذا كل هذا الرفض من قبل حكومة نتنياهو لأي صوت يدعو لصفقة تنهي الحرب؟ أليست الصفقة التي تنهي الحرب من صالح حتى الكيان، وحتى وإن كان الصوت من داخل الكيان الصهيوني؟ صديقي العزيز انتبه، إيقاف الحرب هي من صالح الكيان الإسرائيلي بطبيعة الحال، ولكنها إطلاقا ليست في صالح نتنياهو، لأن نتنياهو تنتظره في حال توقفت الحرب تنتظره المحاكمة العسكرية والمحاكمة المدنية في دولة إسرائيل. إسرائيل على الرغم من موقفنا العدائي منها وعلى الرغم من كل شيء، لأنها في الداخل هي دولة تمارس العقاب وتمارس الثواب. نتنياهو في اليوم الذي تتوقف فيه الحرب في اليوم التالي مباشرة سيكون أمام المحكمة وسيحاكم، وهو يعلم ذلك، وسيسجن بملفات فساد، بملفات أمنية، وبملفات سياسية، وبملفات تعتبر فيها أنه اعتبر فيها أنه يغامر ويقامر بمصير دولة إسرائيل. لذلك نعم، وقف الحرب هو من مصلحة إسرائيل كدولة، ولكنه ليس إطلاقا من مصلحة نتنياهو كشخص، لأنه كما قلت لك سيكون مصيره إلى السجن مباشرة. نعم، نشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى العويك، رئيس تحرير صحيفة لبنان عربي الإلكترونية، كنت معنا من بيروت.